بلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق أسكو صناقة ونكسن صاحب هذا تقاليق هذا مركب هو رسول الله حكاية على سبسكرايب كلايك تشارك كومنت أنت وأنا لو ذاك هذا نوم ما ستأول لك قاليق ولا شيء مركز الدنيا عليه وقت وهدي وعنا هذا إني كان أويا أشي دين وحوي أنا يا سامي حق الشعير كذا بمحن وصناه وداي إن نبع الدعاي نيك درس لعب دي هاي الدعاي سوي إن وحق فلان وحاول دتك نان وحوي مرنا وح دتك وأصل ربنا مركي معنا لو قفط مرت وناجو يوحد يصابني كان شعيرك وصابني كان وحلان هاي أنت اللي علمت على وإيمان هاي لو بدك من لواتين كذا وح وح سكو سكو دجان وسكو هاي استنين ينال اللي واسق قبانو وردت بقى كل جيل اللي هاي وح سكو دجان ما وح كلا ما أركه هاي مركي لا ياب كأدون ككمت هاي ولا أنت سان شكله يقول قدمني كبار دان أيضا وح كهال ده بلا أيضا ناسوا دعوانه وجابكو سستري عن كل تليه إسكت برورتا يعلى علك ينن كنا سكو دجنيسي ما أقصد تهاي نم كوني تقوله شو ونن كهاجيه بنا عن كهادو صباحه كيوني كقروح ضبلا يعني هو كلا واركيا مركز سيستري سكتة على علكة نينك هزكو ديشن نمك الصومالي ده واشير قبلها الصومالي ده نبينو دحيان حتى ده دوش شلي هالشي ما انتنا هاي قبلها وان مقلسين رجعها عاجو شو منينه نيك ان فري لقط ديكو او فيل نقطه او فريقيس او دريمه او حريات دريمه ايه واناكسن قفكو بالآدن كان ان وح لاشيق وح لغد عدعسية ايه واناكسن هدي كالتو كبادانو كلا وحكو عقرانيسو هدون واكا تقايا ان وحا مقلي شرق برابضونا لغتكي او لغد دانيستا ايان مقلي شري شاكدو وحكود عدانا كبادانو كلا ايه جوكتو ان وحا حاسلي وي اكتابي وي اوبالي ريزا كوارن شاكدو واشاك كلا يابلي مح waa igu faacday maxay dhali kartaa horta sfiri bo kor iyo hoos isku eeg marka xog isku aragtay ma istir waa qadali alhamdulillah walaa ku shiilay taaba soo de mama ayadan oo xireen oo dhameystir saa ku raacaysaa waxa xishaadiga maandho maxaa kugu dhacay may hado xireen oo dhameyn oo raacaysaa mama waxaan kala hadalno waxaan wax duuban banacayba na soo socnaaya raacay hooyaday midid een ma walaash iska raaxo raaxo waxa la gargaaray abaa raac hooyada noo dib maleeyo hooyada ma ahan hadda walaalada kaliyeen soo baxsan maamada iida way istaa na soo socnaa soo socdo walaal bulaadanka marka la xushmeeyo ee waladnimo ama ixtiraam ama qofka oo qofka weyn macna ixtiraam loo muujiyo way hadba xushmad la'aanta waxa keenay tan oo kala kamid ah waxaad arkaysaa qof weyn oo qof yar aan xushmeeyin waxaad arkaysaa qofka weynay oo qofka yar ka ees sheeganaayo tan oo kala kamid ah maamannimo loo xushmeeyay hadba loo yeelay si wanaagsan baa loo dhaqmay waxay taagantaa ma soo bixi gabadhayda taa waan wadanaya markii dadka dad soo laga waalay tan oo kala kamid ah dhawteen la xushmeeyay.